ما شاء الله الملاكمة المصرية دايما من تطور لتطور. من احمد الله الحمد لله. نتيجة جهد وتعب وعرق، مش دلوقتي، من سنين فاتت يعني. اللهم لك الحمد. الحقيقة التأهيل كان صعب جدا. عملنا معسكر في المغرب مدة 16 يوم. تمام. الحقيقة كان من المعسكرات الناجحة أوي 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 أوي، والمعسكر قدم نجاحاته. كان فيه حوالي 6 دول، بلجيكا وكازاخستان والأردن وتونس والمغرب الحقيقة والعراق. وكان على رأس هذا المعسكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز منير رئيس الاتحاد طبعا لأهمية الحدث. طبعا فالحقيقة احنا استفدنا من المعسكر ده كويس أوي أوي أوي، وما خبيش عليك يعني احنا المعسكر كان فيه حلقتين يوميا في ملاكمة. ضرب يوميا ضرب في ملاكمة ضرب كل يوم. فالحقيقة كان معسكر ناجح بنسبة 100% وأدى ثماره إن احنا حققنا 3. وكان المسألة كانت صعبة قوي. دي بقى اللي عايزين نتكلم فيها يا كابتن. التأهيل كان صعب. قبل كده كان في فرصة واثنين وثلاثة للتأهيل الأولمبي. دلوقتي في أفريقيا اللي يجيب أول بس. الحقيقة هما 7 موازين. وما كانش فيه أكتر من الذهب. تمام. في 7 موازين. فمسألة صعبة. اشترك في البطولة 246 لاعب بيمثلوا 42 دولة. موضوع صعب. طبعا. لو أنت بصيت للدول وعدد الملاكمين إيه ده؟ والملاكمة ارتفعت أوي 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 وزادت بقى لها فترة في إفريقيا. وما تنساش طبعا معاك الجزائر والمغرب، فعندك وتونس فرق قوية. فالحقيقة كان التأهيل صعب. كنا يعني لكن احنا اشتغلنا كويس، الاتحاد اشتغل كويس، نجحنا في المعسكر، قدرنا الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا نأهل 2 من الصبيان من 7. يعني احنا والجزائر خدنا 4 اماكن. دول كتيرة كانت مشاركة في البطولة وكانت معانا في المعسكر ما قدرتش تأهل حد. وقدرنا الحمد لله نأهل يمنى عياد، والماتشات دي كانت صعبة صعبة صعبة. لكن الإعداد اللي تم للعيبة على مستوى عالي ده الحمد لله بان ثماره في المنافسة.